اللاعب البركنابي الجديد في تشكيلة أفسن وديبو. كرة طويلة في هذه اللحظات بدون مقدمات البرتقالي أفسن، عميد المنطقة الدفاعية الذي تجكجا. كرة مرفوعة تبحث عن رأسية وتأتي الرأسية في هذه اللحظات. هذه الصورة يرفع في العارضة مباشرة كيت، رغبت على خدمات هذا الثنائي والتسديد وبين أحضان الحارس سلابوسي الذي غادر الملاعب بسبب الإصابة منذ قرابة سنة. كرة مرفوعة، أوه الحارس مليل سلمت لهذا اللاعب، وهجمة مرتدة لصالح هذه تجكجا. حمية ولطنجي مساحة، مساحة يجد المساحة في هذه اللحظات. حمية ولطنجي يتوغل، يتوغل حمية، أوه من غيره يفعلها، من غيره يفعلها. نلاحظ التمريرة إلى حمية محاط بثلاثة لاعبين، خمسة لاعبين، يا الله يا الله. هي كرة مباغتة، هي كرة لا، وفعلا صافرة النهاية تأتي من الحكم الشاب عزيز. نهاية شوط اللقاء الأول هنا من العاصمة الاقتصادية. بلاي يرفع كرة طويلة، ومانغان، مانغان وزير الدفاع ومامادو، تم اختيارها من طرف نادي تجكجا من الزقة والشوارع والساحات العمومية. اوهو تجكجا يومو في يومو الى الجهة اليمنى، هجمة مرتدة، ينجا ينجا يرفع كرة طويلة ودفاعات افسن وديبو تعاني. حمية، حمية، اوهو تجكجا يضغط، تجكجا يضغط دفاعات، هنالك ضربة في دفاعات نادي افسن وديبو، ترفع كرة طويلة، اوه وتسلل احسن ما يرام. حميه، حميه محاط بمانغان، مانغان حميه يهيئ تجكجا، 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 اوه متفاهمون في الوسط، متفاهمون في الهجوم، وهذه مرتده اخرى، هذه مرتده، احذروهم في المرتدات، احذروهم. اوه ان وجد زاويه في هذه اللحظات على التنفيذ، دائما يسلم المراكشي، يرفع كره طويله وتغادر، تغادر الملعب الى الضرب المصري. اللاعب زياد الذي كان في نادي الرياض، وكذلك هنالك وديبو متصدر بطوله الدوري الوطني حاليا في حال تجكجا، طبعا تصدر في حال تجكجا فاز بطوله الدوري الوطني بهذه الخساره. يا الله يا الله يا الله يا الله، اوه ماذا يقول الحكم، ماذا يقول الحكم، ماذا يقول الحكم؟ ان خطا في هذه اللحظات، اربع حرات نفذ، اوه الحارس سليمان جلو، صافرة النهايه، اوه صافرة النهايه.